ايه يا اسامه، عايزينك تقول كلمه للكاميرا والتاريخ. كلمه من وجهه نظر الليبراليه ولا اخوانيه؟ الاثنين. الاثنين والسلفيه بقى قديما. نعم. ايه رايك في الاحداث الاخيره حصلت في اسرائيل؟ ايه رايك في الاحداث اللي حصلت بين اسرائيل ولا حاجه اظهر في الشكل ده؟ يلا عشان تتمسك على اليوتيوب يا عم ويقول لك. انا سعيد جدا جدا بتواجدي معاكم هنا النهارده في بين الشام، وبس كده خلاص. بس خلاص اعزائي السي اس اي. ايوه اعزائي السي اس اي.